اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد بما علمتنا، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بأن بلغتنا رمضان، لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. نحمدك بمحامدك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج همومنا، واشف كروبنا، وقض ديوننا، واشف مرضانا، ويسر عسيرنا، وفرج كربنا، ولا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم خص منهم الآباء والأمهات، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والطاب وحدنا، يا فرجنا إذا أطلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين.
الغائبين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم عنا في رمضان على الصيام والقيام، وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام، واجعلنا ممن يقومه ويصومه إيمانا واحتسابا، وممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده تدميره. يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها واستقرارها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ رجال أمننا واحفظ جنودنا البواسل على ثغورنا، احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك. اللهم وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ووفقه ونائبيه وأعوانه لكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وأبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، وعز فيه أهل الطاعة، ويعافى ويهدى فيه أهل المعصية. واجعل هذا الشهر شهر نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين، ووفق المسلمين في كل مكان للتمسك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيك، واجمع كلمة المسلمين على الحق، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.